ازيك يا مليكة؟ الحمد لله. ازي حضرتك يا مدام شيرين؟ الحمد لله. عاملة ايه؟ كله تمام. عايزة اقول لحضرتك انه احنا النهاردة دلعناها اخر دلع. يا قالت ولعبناها احلى لعب. انت شفتي طبعا، مش محتاجة احكيلي. قوليلي بقى، احنا دلوقتي عايزين نعرف انت مدى التوافق اللي ما بينك وما بين مليكة، فهنبتدي نسألك أسئلة ونشوف أنت تعرفي كل تفاصيل حياتها ولا لا. أوكي؟ تمام. مليكة، هنطلب منك تحطي السماعات اللي وراكي دي وتستمتعي بالمزيكا. أيوة كده، سامعاني يا مليك؟ خلاص كده مليكة راحت منك. عايزة أسألك بقى يا مدام شيرين، قوليلي إيه أكتر أكلة مليكة بتحبها؟ محشي كرنب. المحشي الكرنب زائد وجبه من بره. طيب وايه اكتر اكله مش بتحبها؟ كوسه. الكوسه. واي خضار فيه صلصه. طيب وايه اكتر لعبه بتحبها؟ طيب يلا بقى يا مليكة، نقلع السماعات. نعم. اقلعي السماعات يا مليكة. يلا خلاص حطيها بقى وبصي قدامي. يلا دلوقتي يا مليكة هسألك نفس الأسئلة اللي أنا سألتها لماما، بس أنا مش عارفة. عشان يلا هنبتدي بأول حاجة، أكتر أكل بتحبيه؟ المكرونة. المكرونة. يا خسارة يا مدام شيرين، مامتك قالت المحشي. طيب وأكتر أكل مش بتحبيه؟ الكوسة. برافو يا مدام شيرين. طب قوليلي وإيه الأغنية المفضلة عندك؟ يا بنات يا بنات يا بنات. للأسف مامتك قالت فروزن. إجابة غلط. لا أنا مش بحب دي قوي أصلا. أنا ليه بس كده؟ ليه كده؟ ماما أنا بسمعها بس وبغنيها، مش بحبها. كنت فاكرك عشان بتسمعيها وتغنيها إن أنت بتحبيها. ماما شكلها هتخسرك. أنت طول الحاجات كنت عمالة تكسبي وكل اللي بنتيه مامتك هتهد ولا إيه؟ مش ركزي يا مامي. حاضر. طب قوليلي ايه اكتر لون بتحبيه؟ احمر. احمر. ماما قالت بينك. انا مش بحب البينك يا ماما، ما انا قلتلك. يا خساره يا خساره يا خساره. طب ايه اكتر كرتون بتحبيه؟ توم وجيري. يا خساره، ماما قالت بابا باين. ايه بابا باين ده يا ماما؟ انا عارفه بابا بيك. انا مش بحبه اصلا يا ماما. انت دايما ان معظم الحاجات غلط. معلش معلش معلش. طب قولي لي يا كوكي، ايه هي الصديقه القريبه اكتر واحده صاحبه مامتك، اسمها ايه؟ طنط الاء. شفتي شفتي يا مدام، شفتي البنت ازاي عارفه اسم صاحبتك المقربه ليكي؟ علشان انا اعرفها وبنخرج معاها. وانت ما تعرفيش حاجه عن البنت. طيب قومي حضرتك معايا، قومي معايا. اتفضلي حضرتك تدخلي في الجهاز ده. اتفضلي. أنا جهاز. لا ما تخافيش، بصي انا هظبطها عشان بس تطلع لك عارفه المعلومات كلها عنه. هننزل لها الويندوز. يلا ايه رايك نغير لها هدومها؟ لا. طب نحط لها روج؟ حاطه. لا هنحط لها روج تاني. لا كده ودوسي على الزرار اللي بيدخل المعلومات، الزرار الاحمر ده. أنا اهو ده. ايوه بس كده خلاص. دوست مرتين. ايوه اقعدي بقى. ايه انت قلتي ايه؟ دوست ايه؟ الاحمر. اقعدي تاني. اقعدي 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 وبصي قدامك. دوستي مرتين ولا مره؟ مرتين علشان كان مش راضي يخش. استني بس اشوف احل الموضوع ده ازاي. مو على يلا يلا. اقفلي الباب يا تاني. يا مليكة ازيك؟ شفتي شكلي اتغير ازاي؟ كده احلى ولا الاول؟ مالي الاول؟ لا بجد؟ لا كده حد يزعل مامته؟ لا 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 تعالي بس هنتعود على بعض. خلاص يلا. لا مليكة احضني مامتك يا مليكة. طب ارجع الجهاز تاني؟ مليكة عيب كده هتزعلي مامتك؟ البنت الشاطرة بتحضن مامتها. انا هرجع الجهاز خلاص. طب ارجعي الجهاز. عايزة مامتي زي ما هي. عايزاها زي ما هي؟ طب ادخلي يا مدام شيرين نحاول نغيرك تاني. طب قومي يا مليكة ودوسي على الزرار بس مرة واحدة. ماشي اقعدي. يا رب يا مسهل. قولي يا رب يا ماما. يا رب يا ماما. تطلعي سليمة. بس أنا مش عايزة. خلاص قومي افتحي قومي افتحي. ومدام مش عايزة تقولي بقى، ربنا يستر وكون طلعت بقى.
شفتي؟ ايه؟ ليه؟ ما لقيتش حاجة؟ ايه؟ انا قلتلك اقعدي تاني، اقعدي اقعدي يا مليك. انت لقيتي ايه جوه؟ مش لقيت حاجة. يعني مامتك اتبخرت؟ لا ماما موجودة. ماما موجودة فين؟ هنا جنبنا. ايه روحي؟ ما شاء الله، انا لو منك اخاف عليها من الحسد وما نزلهاش اصلا، يعني بجد دي ما شاء الله جميله. الاوضه اللي احنا قاعدين فيها دي يا هنا اسمها ممنوع الضحك. بصي بتعرفي تنفخي بلالين؟ اه. بصي دلوقتي انا وانت هنبتدي نحاول ننفخ البالونه دي، اللي هتفرقع منه الاول هو اللي ايه كسبان، اوكي؟ واللي مش هتفرقع منه وهيخسر هو اللي هيترش. يلا 1 2 3 اوه. طبعا انت نفخه واحده والخروج دي مش هحتاج. ايوه ايه اللي حصل؟ طلعت. برافو عليكي، يبقى انت اللي كسبتي. وبما انك انت كسبتي فانت ايه؟ هترشيني. 1 2 3 ابتدي. ابدي؟ رشي رشي. ايه؟ ايه؟ رشيت ولا؟ ايه؟ اه؟ رشي عليا يا بنتي. رشي ازاي؟ ترش ازاي؟ هات انا هوريك. اما اقول لك ترش عليها البسي كده النضاره. ده دي اول ما انا اقول لك ترشي تروحي ماسكه دي ورجعها كده خلاص، وانت بمنتهى السبك كده مدام حمديه تروحي ايه كده. فهمتي؟ عرفتي ازاي؟ اه كده خلاص. سيبي ملفاتك في الشغل وترشي. يلا 1 2 3 اسم الله عليك. خلاص؟ ايوه كده خلاص. يلا اقلعي النضاره بقى. معلش يا معلمه. بص دلوقتي هنروح للمسابقه الثانيه. تعرف تشرب عصير؟ طيب هنشوف مين فينا اللي هيخلص العصير بتاعه اسرع، اوكي؟ يلا هاتوا لنا العصير. استني انت بدأتي؟ ايه مدام حمديه احنا هنخم؟ في ايه؟ اصبري. بصي اوريكي بقى الابداع. 1 2 3 ابتدي. انت شربتي نصها اساسا. اشرب اشرب. بصي على العصير كده. ايه اللي وراكي ده؟ ايه اللي وراك ده؟ ايه ده؟ خلاص يلا كملكم. استنى انا خلصت الاول. الحمد لله. بشرب العصير ده اسهل حاجه عندي في الدنيا. فدلوقتي بما انه انا اللي كسبتك فايه اللي هيحصل؟ ايه؟ ايه؟ تشوفي الشاشة؟ اه هرشك في الشاشة. 1 2 كفاية والنبي. كفاية؟ اه كفاية خلاص. خلاص يلا لعنا الدور. حاضر. بقول لك ايه، لعنا الدور. انت بتعرفي تغني بالهيليوم؟ بالهيليوم لا. بجد؟ طب تعرفي تشفطي الهوا اللي جوه البالونه؟ هوا؟ بصي هقولكي ايه لعبه كده. ايه أكتر أغنية بتحبيها ايه؟ بتاعت تامر حسني. اللي هي بتاعت ايه؟ حسن. بتقول ايه؟ تعرف؟ بصي أنا هشفط اللي جوه ده وأغنيلك، ماشي؟ ازاي؟ هتشوفي يا مدام حمدية. وبعدين سبته وشفته ما حصلش حاجة، والوضع فعلا ما اختلفش في أي حاجة، باكل واضحك واشتغل واعمل كل حاجة، لا لا مش زعلانة، مش ماسكة صورته وبتقهر زي العبيطة، ولا ماشية
تعرف تعملي كده؟ ايه غيرت صوتك ازاي؟ ما هقول لك بقى، غيرت صوتي لما انا بلعت الهوا اللي جوه ده. فانا عايزاكي تبلعي الهوا اللي جوه، ماشي؟ لا لا جوه ما اعرفش. لا تعالى انا هوريك، تعالى قربي كده. قربي يا حمديه. ايه يا حمديه البق ده؟ اقفلي يا حمديه بقك على البتاع، افتحي. دلقتي العصير يا مدام حمديه وبهدلتي الدنيا. كده كل الورق والملفات كده باظت. معلش معلش. يلا بس اشفطي بقى شفته جامده. ايوه يلا اشفطي. ايوه اقعدي بقى مكانك وغني بسرعه. اقعدي مكانك وغني. يا ملاك يا ملاك يا ملاك. ايوه انا حسنات. حسنات ايه؟ ارجع في الحنيه على عيني. خلاص على عيني عشان خليك تنيا وشكرا عتتعبي ولا ملاك سبعيني. ملاك ما اعرفهاش. اشوفك بقى في المرحله الجايه، ماشي؟ يلا باي باي. وبعدين هرشك جامد كده 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 كده. ازيك يا مدام منار؟ ازي حضرتك؟ عامله ايه؟ تمام الحمد لله. عامله ايه مع الولد ده؟ لا تعبني. عامل تعبك في ايه بقى؟ شقاوه كتير. شقاوه اوفر صح؟ جدا. طب ايه سبب الشقاوه دي؟ هو متدلع، متدلع كتير قوي قوي قوي. اللي انا عايزه اقوله لك ان الدلع ده جه على دماغك في الاخر مش كده؟ اكيد. بس انا عايزه اقول لك ان انا النهارده برضو للاسف دلعته جدا، ويعني بصي حبيته حب، اكلته، جبت له كل الحاجات اللي بيحبها. عموما انا احب اعرف واكتشف مع نفسي كده هل في توافق ما بينك وما بين ابنك ولا لا. فانا هطلب منه دلوقتي ان هو يحط السماعات ويستمتع بالمزيكا عقبال ما اسالك عنه شويه اسئله ونشوف. أوكي. حط السماعات يا احمد. سامعني يا احمد؟ يا احمد يا مرهوش. خلاص هو راح مني. طيب هبتدي اسال حضرتك شويه اسئله عنه وحضرتك بقى تجاوبيني، ماشي؟ تمام. ايه اكتر اكله هو بيحبها قوي؟ هو صينيه الفراخ صينيه البطاطس بالفراخ ومكرونه بشاميل. بطاطس بالفراخ. انا هاخد حاجه واحده. اوكي. عشان انا مش طماع. طيب انا دلوقتي هطلب منه انه ينضم لينا ونقول له ارجع يا احمد. احمد ايه؟ تسمعني؟ اه. طيب انا هسألك نفس الاسئلة اللي سألتها لمامتك. قولي يا احمد ايه اكتر اكلة بتحبها؟ صينية بطاطس. برافو عليك، واضح ان مدام منار مسيطرة. وايه اكتر فريق بتشجعه؟ ميسي. لا فريق مش لاعب. اهلي. الاهلي للأسف. مامتك قالت برشلونة. لا بس هو قال ميسي. لا هو قال ميسي في اللعب. ميسي ما هو تبع برشلونة. لا ماليش دعوة حضرتك. لا انا كنت عايزة الاهلي. شفتي اهو الولد لمد واحرق حضرتك. ليه تحرجي نفسك يا حبيبتي؟ طيب عايزة دلوقتي اروح لموضوع مهم جدا، لانه مامتك صرحتني بيه وقالت لي انك لما كسرت الموبايل. اه. وانت جوه طبعا قلت لي انت كسرته لان لا شلت البطاريه اللي فيه كلها. لا قلت لي انا كسرت الموبايل قطع صغيره. كسرتها. قلت لي كسرته وفككته كله صح؟ فكيته كله وحطيته في البلكونه. لما سالتك ليه قلت لي ليه؟ عشان انتقم منها لانها مش بتديهوني مش كده؟ اه. تقولي لابنك ايه اللي بينتقم منك؟ الله يسامحك. اقول له ايه؟ لا يعني الله يا الله انت ليه انت ما هو ده على فكره اللي عامل دلع. والله بدوره بابا بيسيب التليفون على طول معايا. مامتك هتقطم رقبتك في البيت. بص عماله تستحلف بتعمل كده. ماشي ماشي. تقول لها ايه؟ تقول لها الله يسامحك. دي هنا متسامحه بصراحه وجميله. طيب احب اقول لك بقى المفاجاه ان ساعتها باباك عاقبك لما انت عملت كده وضربك مش كده؟ صح. مامتك قررت انها تعاقبك دلوقتي عقاب وهي بلغتني ابلغهولك. هي هتاخد جنى بنت خالتك ولمار وهيروحوا يقعدوا عند تيتا لمده شهرين وانت هتقعد في البيت لوحدك. عندك مشكله؟ وهيسيبولك التلاجه مليانه اكل. عندي مشكله. ايوه اسمعني للاخر. هيسيبولك التلاجه مليانه اكل كلها تبقى اطباق بصاره وسبانخ. عندك؟ لا هو ده الاكل اللي بيقعد لمده شهرين ما بيبصش. انا اعمل لك ايه؟
المشكلة إن أنا مش هقعد في البيت لوحدي. ليه؟ أنت صغير؟ لا أنا كبير، بس أنا ممكن يسيبولي المفتاح بس. ليه عايز المفتاح تعمل بيه إيه؟ عايز تجيب ستات البيت ولا إيه؟ لا يمكن لا أنا معايا فلوس، لازم أنا عايز أصرف على نفسي أجيب لي أكل. يعني إيه؟ أنا معايا 190 أو ممكن بقى أجيب بيهم أكل وفاكهة كده. تجيب بيهم أكل دول ما يعملوش أوردر واحد. ومامتك اللي أنت قاعد تكسر لها في موبايلاتها دي أنا هوريك وهحرمك منها، وهجيب لك أم تانية تضربك بالشبشب. اتفضلي معايا يا مدام منارة، استأذنك تقومي؟ ادخلي هنا حضرتك، هنا في الجهاز ده. ادخلي هنا. تعافي علي، ما ده هي حضرتك التهاوت ده اللي مبهدل ولدي. اقفلي حضرتك على نفسك. قوم دوس على الزرار الاحمر اللي عندك ده. انا واحد. قوم دوس على الزرار واللي فوقيه كمان. اتفضلي يا مدام منار. الله هو اكبر. ماما ما عندي. ايه يا حبيبي؟ انا ماما. لا دي مين دي؟ هي دي ماما. لا شكلي اتغير، ما انت اللي دوست على الزرار. لا مين غيروا لي دي؟ دي غير لك ايه؟ هي دي مامتك. يلا يا ماما يا ماما. في يا ايه ماما حبيبي؟ من دي؟ هي دي مامتك، في ايه؟ عايز ايه؟ لا شيليها شيليها، مش عايزها مش عايزها. لا هي دي اللي هتاخدك وتروح بيه. لا يلا، وما بتطبخش غير بساره. لا خديه وامشي بيه. يلا ومع السلامه يا دم منار. لا سيبيني. مع السلامه يا دم منار. في ايه؟ في ايه؟ انتوا في ايه؟ انت اللي جابك هنا؟ مين دي؟ دي مامتك. ما امي ايه؟ لا دي مش مامتك، دي امي. دي مامة الناس الجداد. ما خلاص انا بعمل تباجيه. مين دي؟ دي مامتك اللي كانت ماشية. قول لي يا احمد، هتكسر موبايلات ماما تاني؟ لا خلاص. هتعمل حاجة تزعلها تاني؟ لا. هتاكل البصاره ولا لا؟ اكلها ان شاء الله. خلاص؟ قول لها انا اسف يا ماما. ماشي. على كل حاجه وحشه عملتها. على كل حاجه وحشه عملتها. خلاص انت بتعيط؟ انت طلعت حساس في اخر الفيلم؟ ده انت مفرهدني من الصبح. بجد يا استاذ حسن، انا عايزه اقول لحضرتك. اتفضلي. ان ادم وبدون مبالغه. نعم. هو من أنبه وأسكى وأشطر الأطفال اللي جولي. شرف كتير لينا. إحنا عدينا بحاجات كتيرة أنا وهو النهاردة خلال اليوم زي ما حضرتك شفت. هندخل دلوقتي بقى في المسابقة بتاعتنا، أوكي؟ دلوقتي يا أستاذ حسن أنا هبتدي أسأل حضرتك شوية أسئلة عشان عايز أعرف أنت تعرف إيه وإيه وإيه عن آدم وإيه ما تعرفوش عنه، عشان نعرف مدى التوافق ما بينكم. فضلك. وفي الوقت ده هطلب منك يا آدم يا مايسترو إنك تلبس السماعات دي وتستمتع بالمزيكا لحد ما أخلص أنا مع بابا. أيوة كده مايسترو. خلاص هو كده مش سامع. قولي يا أستاذ حسن. فضلك. إيه أكتر أكلة آدم بيحبها؟ بيحب الملوخية والفراخ المحمرة أكتر حاجة. الملوخية. يا آدم يا مايسترو. نعم. شيل السماعات يا مايسترو. دلوقتي يا مايسترو هسألك نفس الأسئلة اللي سألتها لباباك وعايزة. أنا بقى ما كنت بسمعك، كنت بتعمل إيه؟ كنت سامعني؟ لا لا، ده أنا سألت باباك بقى عنك وعرفت بلاوي. قل لي إيه أكتر أكلة بتحبها؟ ملوخية. ملوخية، برافو، نفس إجابة بابا. إيه أكتر لعبة بتحبها؟ لعبة؟ أنا أصلاً بحب اللعبة، أصلاً أنا كبير. طبعا انت كبير بقى، انت عندك 7 سنين. 6. 7. بس انا 6 وشوية. 7. ماشي. بس. طيب قول لي ايه اكتر كرتون بتحبه؟ انا مش طفل صغير. لا ليه؟ ما انا عارفه انك مش طفل وعارفه انك عندك 7 سنين. باباك قال لي الكرتون اللي انت بتحبه، انت هتقوله لي ولا لا؟ هقوله لك. ايه هو؟ في كرتون اسمه عرض عادي كده. العرض العادي. العرض العالي؟ العادي. العرض العادي. طب بس بالراحه بس، معلش انا معاك اهو. طب مين اكتر فنانه بتحبها؟ انا بس بحب بنات ممثلين. ازاي؟ باباك قال لي انك بتحب روبي. مندي انا عارفها اصلا. نعم، مش عارف روبي؟
وقال انك بتحب نانسي عجرم وبتعشقها. انا دي مغنية دي يعني عارفها اهو. خلاص عادي اهو، انتوا كسبتوا معانا والجايزه بتاعتكم هي انكم هنغير الطقم بتاع والدك وهنغير شكله وشعره وكل حاجه فيه. اتفضل معايا يا استاذ حسن، هتدخل حضرتك هنا في الجهاز ده اللي هيغير كل شكل حضرتك. اتفضل افتح الباب حضرتك وادخل. فلتصحبك السلامه، اقفل على نفس حضرتك الباب. قوم بقى دلوقتي يا مايسترو، قوم ودوس على الزرار. هذا اي احمر ولا ايوه حسب طلباتك، انت عايزه ايه يبقى لونه ايه؟ احمر. طب خلاص، وحط البصمه تحت اهي، البصمه تحت اهي، الزرار اللي تحته. ايوه على البصمه، بس كده. اقعد بقى اتفضل اقعد، بس انا استنى باباك لحد ما يستوي. عايزه متحمر من الجناب؟ يا لهوي، وايه اللي هيحصل؟ ايوه عادي، ممكن اسويهولك مشي ولا مقلي؟ طيب يا لهوي، لا ولا حاجه بالرده. استنى، هو انت هتطبخيه؟ امال ايه، انت قلت لي اوردر انك عايز تغير شكل باباك مع إضافة الشنب مع تغيير لون الملابس مع تغيير اللغة وإضافة لغة سوري، مش كده؟ طيب اطلع يا أستاذ حسن لابنك بالنيولوك الجديد. الله، أهلين عمو، كيفك؟ كيفك حبيبي؟ اشتقتلك بابا. شو هيدا البدلة؟ ده باباك الجديد حلو قوي، ما عجب بالشنب بالشعر بالطقم الجديد؟ لك شو بك؟ ولا حاجة. طب شو؟ ولا حاجة، لا بس خليه غير شكله. اقعد يا بابا حضرتك هنا، اتفضل. عايز ايه قول لي؟ عاوز اغير. لا بص قدامك. شو بك يا حي؟ شو المشكلة حبيب بابا؟ بس انا السبب، خليه غير. لا استاذ حسن دلوقتي هو زعلان. ليش زعلان؟ شو بيه؟ خده يا استاذ حسن، روحه معاك البيت وحاولوا تحلوا المشكلة دي مع بعض عشان دي امور عائلية، انا مش عايزة اتدخل. يلا حبيبي بنخلصها بالبيت، يلا حياتي. يلا يلا، معلش يا حبيبي. صاحب بابا بالبيت يا حروحي. يلا بص باباك الاول واديله حضن. حضن حبيبي، يلا قول له حبيبي يا بابا. حبيبي يا بابا، بحبك في اي شكل. بحبك في اي شكل. ماشي، باي باي. عايزين نغير له شكله بقى زي ما لا مش هتغيره، هو ده اللي هيفضل معاه. انت مش عاجبك خلاص؟ بس انا عاوز اغير شكله. طب ارجع تاني هغيرهول. تعالى يا روحي، اقعد اقعد تاني، اقعد يا مايسترو. يلا حبيبي، بس اغير له شكله لواحد تاني كده كمان. يلا هناخد الاوردر. عايز لون وشه ابيض ولا اسمر؟ ابيض. ابيض. ودانه قصيره قوي ولا طويله؟ قصيره. قصيره بس زي ده كده. يعني طويله، دي طويله شويه. يلا خلاص اتفضل يا مايسترو، ادخل. يلا قوم بقى دوس على الزرار التاني. يلا الازرق. لا الازرق بقى عشان ده الطلبات الجديده. يلا اتفضل ارجع يا مايسترو، اقعد في مكانك. بس المره دي بقى مفيش تغيير، تاني اوردر بيبقى لاست اوردر. اوكي، قلت عايزه لونه ابيض ودانه طويله وشعره قصير. ارنب ولا ده ايه؟ ده باباك. ايه ده؟ ايه؟ اقعد. بس انا عاوز اغيره. تغيره ايه؟ اقعد. بس لا انا عاوز بس مثلي انسان، يعني انسان. الاولاني خالص؟ طب اوصف لي شكله كان عامل ازاي؟ كان شكله بني. باباك الاول كان شكله بني؟ يعني طب لو انا مش هينفع ارجع لك غير السوري؟ ماشي عادي، السوف كده. تاخد السوري يعني ولا الارنب؟ السوف كده، السوف لا قول لي بس دلوقتي عشان الاولاني ده خالص كده تقريبا اتفرم. انت عايز دلوقتي الارنب ولا السوري؟ السوري. احضنه قول له ما تخافش يا بابا. ما تخافش يا بابا. ما تخافش يابا. ما تخافش يابا. انا هرجعك يابا. انا هرجعك. حقك عليا. حقك عليا. دي غلطه زرار. دي غلطه زرار. تتقطع ايدي يابا. تتقطع ايدي يابا قبل ما ادوس على الزرار. قبل ما ادوس على الزرار. ارجع سوري يابا عشان خاطري. ارجع سوري يابا عشان خاطري. انا اسف. لا اصلي اطلع بيه. طب من الباب وانت ان شاء الله هتعالى لي بيه بكره وانا هغيره لك. انا مش هقدر اروح لوحدي البيت. لا ما انت هتعمل ايه؟ مامتك هتسال عليه. روح بس وانا هروحك بيه. خد قول له معلش يابا تعالى معايا. ايه ده؟ ده كله كان كذب؟ بترمي ابوك على الارض كده؟